مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أوما بونكو هي مجموعة من أطلال مدينة ونصب وأحجار مباني مبعثرة وبعض التماثيل الغامضة. تقع على موقع قريب من تايوانكو في مرتفعات بوليفيا في أمريكا الجنوبية. لا تزال كيفية بنائها والتكنولوجيات المستخدمة في إنشائها غير مفهومة تماما من قبل علماء الآثار. بعض أحجارها يزن أكثر من 800 طنا، وليس هناك أي تقنية معروفة تفسر كيف كان من الممكن أن تنقل هذه الحجارة ذات الأوزان والأحجام الهائلة إلى مكانها الحالي الذي يرتفع أكثر من 4000 متر فوق سطح البحر، وهي تحتوي على كتل من الأحجار الضخمة المنحوتة. وجد العلماء هناك أيضا تقويما يعطي مواعيد الاعتدالين الخريفي والربيعي والفصول الأربعة ومواقع وتحركات القمر لكل ساعة ودوران الأرض. وفي مدينة تايوانكو القديمة على بعد أمتار قليلة من بوما بونكو يوجد بها جدار يسمونه جدار الوجوه من أغرب ما يكون. فيه تصاوير لوجوه منحوتة بدقة بالغة من كل الأنواع والأصناف والأعراق البشرية المعروفة، مع أن البعض منها غير معروفة، حيث يوجد نحت الوجه الأوروبي والوجه الأفريقي والأمريكي الأصلي والوجه الآسيوي وحتى الوجه العربي.